للمشاهدين هذه الصور التي نراها مباشرة الآن على الشاشة. هذه الصور كانت لمشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لاشتباكات على مدخل مدينة خاركييف. إذن هذه صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لاشتباكات على مدخل مدينة خاركييف التي تعرضت ل يعني قصف، وكان هناك مواجهات عنيفة عسكرية على ما يبدو فيها، كما نرى في هذه الصور على الأقل عند المدخل، أيضا استهداف لمراكز عسكرية، مخازن أسلحة، مخازن ذخائر أيضا. Вот, ребята, российские танки стоят на окружной, а наши херячат по ним, стреляют и людей стреляют, всех, никого не выпускают, никого не пропускают. Мало, блядь, там. Вот такой пиздец, ребят. Вот, ребята, российские танки стоят на окружной, а наши херячат по ним, стреляют и людей стреляют, всех, никого не выпускают, никого не пропускают.